بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، أهلا بكم في الرسالة الخاصة لمجلس الفروزية بجدة لهذا اليوم الخميس 18 من شهر شعبان للعام الحالي 1415 هجرية. وجوائز هذا الحفل مقدمة من الخطوط الجوية العربية السعودية، وهي عبارة عن كاس ودروع وتذاكر سفر. ونتابع أشواط هذا الحفل المكون من 5 أشواط. الشوط الأول شوط مفتوح لجميع الدرجات، إنتاج مسافته 2000 متر، وجوائز مقدمة من الخطوط الجوية العربية السعودية، وهي عبارة عن تذاكر سفر بالإضافة لدرع للفائز بهذا الشوط. الجياد المشاركة في هذا الشوط الحسناء للشريف هزاع بن شاكر العبدلي والخيال محمد يوسف، صابح لأبناء عبد الحليم حسن قاروت والخيال أبي، نغم لأبناء سالم محمد المصموم والخيال زكي إبراهيم، ميال للشريف هزاع بن شاكر العبدلي والخيال أمين زكريا، سمسام لأبناء سليمان سعيد الصيعري والخيال حسين النور، فزة لأبناء سالم محمد المصموم والخيال مدحت عمر. ستة جياد تتنافس في هذا الشوط على مسافة قدرها 2000 متر من جياد الإنتاج، ونراها الآن وهي تستعرض أمام المنصة الرئيسية الواحدة تلو الآخر. ونرى العد التنازلي لأمر البوابة والانطلاق، وعلى بركة الله انطلقت الجياد في شوطها الأول مفتوح لجميع الدرجات، إنتاج مسافته 2000 متر الحسناء سمسام الحسناء سمسام صابح 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 الحسناء 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 بخيالها محمد يوسف الحسناء سمسام صابح الحسناء سمسام الحسناء سمسام الحسناء سمسام صابح الحسناء سمسام نغم الحسناء سمسام نغم الحسناء سمسام نغم أمام المنصة الرئيسية في الجهة المقابلة، وتنافس بين الحسناء وسمسام، واشتدت المنافسة ولا زالت الحسناء تتقدم الجياد بخيالها محمد يوسف الحسناء 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 سمسام الحسناء سمسام الحسناء سمسام الحسناء سمسام الحسناء سمسام لا زالت الحسناء في المقدمة الحسناء سمسام الحسناء تطابقت الجياد الحسناء سمسام وتعود الحسناء للمقدمة أيضا والحسناء في المقدمة سمسام الحسناء الحسناء اقتربت الجياد من المنعطف الأخير ولا زالت الحسناء في المقدمة الحسناء سمسام الحسناء سمسام الحسناء سمسام الحسناء سمسام الحسناء سمسام الحسناء الحسناء اشتدت المنافسة في الخط المستقيم والحسناء وسمسام الحسناء سمسام الحسناء سمسام ميال الحسناء سمسام ميال الحسناء سمسام الحسناء سمسام ميال الحسناء سمسام ميال الحسناء سمسام ميال شدت المنافسة بين الحسناء وتنفرد بالصدار الحسناء تنفرد بالصدار الحسناء سمسام الحسناء سمسام الحسناء سمسام الحسناء سمسام ميال مبروك 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 لحظات أعزائي المشاهدين وتوافينا لجنة التحكيم والسباق بنتيجة هذا الشوط الذي كان مفتوحا لجميع الدرجات إنتاج. استطاعت الفرس حسناء للشريف هزاع بن شاكر العبدلي بخيالها محمد يوسف أن تحقق المركز الأول بزمن وقدره 2:28. المركز الثاني سمسام لأبناء سليمان سعيد الصيعري والخيال حسين النور. المركز الثالث ميال للشريف هزاع بن شاكر العبدلي والخيال أمين زكريا. المركز الرابع نغم لأبناء سالم محمد المصموم والخيال زكي إبراهيم. والمركز الخامس فزة لأبناء سالم محمد المصموم والخيال مدحت عمر. سعادة الأستاذ حسن محمد طيب مساعد المدير العام لشؤون الموظفين بتسليم درع مقدم من الخطوط الجوية العربية السعودية لمالك الفرس الحسناء. أعزائي المشاهدين، عودة إلى الشوط الثاني. وهو شوط
لخيول الدرجة الثالثة مسافته أيضا 2000 متر، جائزته درع بالإضافة إلى تذاكر سفر مقدمة من الخطوط الجوية العربية السعودية. الجيادة المشاركة في هذا الشوط خزام لأبناء سالم محمد المصموم والخيال زكي إبراهيم، حامي لأبناء سليمان سعيد الصيعري والخيال مدحت عمر، سلام للشريف سعد الدين الغالب والخيال أمين زكريا، رفوف لأبناء سليمان سعيد الصيعري والخيال أحمد داود، نياف لأبناء مطلق مقبول، أبناء مطلق مقبول العصيمي والخيال بندر حمزة، عزوة للشريف هزاع بن شاكر العبدلي والخيال أنتلة، القوس أو فتى مكة سابقا لأبناء سليمان سعيد الصيعري والخيال حسين النور، نجم معروف للشريف هزاع بن شاكر العبدلي والخيال محمد يوسف، حجازية لأبناء سليمان سعيد الصيعري والخيال عبد الرحمن الغالي. 9 جياد من جياد الدرجة الثالثة تتنافس في هذا الشوط على مسافة قدرها 2000 متر، ونرى الجياد وهي تستعرض الواحدة تلو الآخر، وما هي إلا لحظات والعد التنازلي. وعلى بركة الله انطلقت الجياد في شوطها الثاني لخيول الدرجة الثالثة مسافة 2000 متر. حامي نياف رفوف 2000 متر. أي ستأخذ الجياد دورتان أمام المنصة الرئيسية لتكمل هذا الشوط، ولا زال حامي في المقدمة. نياف حجازية. اشتدت المنافسة واقتربت من المعطف الأخير والخط المستقيم، ونياف المقدمة. نجم معروف اشتدت المنافسة واقتربت خط النهاية، ومبروك مبروك 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 لحظات أعزائي المشاهدين، وتوافينا لجنة التحكيم والسباق بنتيجة هذا الشوط. استطاع الجواد نجم معروف للشريف هزاع بن شاكر العبدلي بخيالي محمد يوسف أن يحقق المركز الأول بزمن وقدره 2:23 و31 جزءا من الثانية. المركز الثاني رفوف لأبناء سليمان سعيد الصيعري والخيال أحمد داود. المركز الثالث نياف لأبناء مطلق مقبول العصيمي والخيال بندر حمزة. المركز الرابع خزام لأبناء سالم محمد المصموم والخيال زكي إبراهيم. المركز الخامس حامي لأبناء سليمان سعيد الصيعري والخيال مدحت عمر. تتفضل الآن سعادة الأستاذ حسن محمد طيب مساعد المدير العام لشؤون الموظفين بتسليم درع الخطوط الجوية العربية السعودية لصاحب الجواد نجم معروف الشريف هزاع بن شاكر العبدلي الذي استطاع جواده تحقيق هذا الإنجاز. أعزائي المشاهدين، عودة إلى الشوط الثالث، وهو شوط لخيول الدرجة المبتدئة مسافة 1400 متر على درع الخطوط الجوية العربية السعودية بالإضافة إلى تذاكر سفر. الجيادة المشاركة في هذا الشوط مهاب للشريف هزاع بن شاكر العبدلي والخيال محمد يوسف،
رعد الجزيرة الأبناء سالم محمد المصموم والخيال عبد الرحمن الغالي، المدلل سراج محمد علي القرشي والخيال ناصر أحمد، رؤيا الأبناء عبد الحليم حسن قاروت والخيال أبي، يا ميامل صالح بن إسحاق الصيعري والخيال حسين النور، خير الله أبناء سالم سالم محمد المصموم والخيال مدحت عمر، بشار السعد لصالح بن إسحاق الصيعري والخيال بندر حمزة، عامر لعبد الرحمن محمود سعيد فخري والخيال سلفة. ثمانية جياد من جياد الدرجة المبتدئة تتنافس في هذا الشوط على مسافة قدرها 1400 متر. العد التنازلي الآن، وعلى بركة الله انطلقت الجياد في شوطها الثالث، وهو الخيول الدرجة المبتدئة اندلل رعد الجزيرة، اندلل رعد الجزيرة مهاب، الدلل رعد الجزيرة، رعد الجزيرة مهاب، رعد الجزيرة مهاب، رعد الجزيرة مهاب، رؤيا رعد الجزيرة، رؤيا رعد الجزيرة، رؤيا اندلل مهاب، رعد الجزيرة، رؤيا رعد الجزيرة، رؤيا اندلل رعد الجزيرة، رؤيا اندلل، وأرى خير الله وعامر يدخلون أيضا في المنافسة، ولا زال رعد الجزيرة في المقدمة، رؤيا رعد الجزيرة، رؤيا عامر، رعد الجزيرة، رعد الجزيرة، رؤيا عامر مهاب، رعد الجزيرة، رعد الجزيرة، رعد الجزيرة، رؤيا رعد الجزيرة، رؤيا عامر بشار السعد، رعد الجزيرة، رؤيا. اشتدت المنافسة واقتربت من خط النهاء من المنعطف الأخير، ولا زال رعد الجزيرة في المقدمة، رؤيا رعد الجزيرة، رؤيا عامر، رعد الجزيرة، رؤيا عامر بشار السعد، رعد الجزيرة، رعد الجزيرة، رعد الجزيرة بشار السعد، عامر، عامر الآن، عامر، عامر، عامر بشار السعد، بشار السعد، عامر، بشار السعد، عامر، بشار السعد، عامر، بشار السعد، عامر، تنافس بين عامر وبشار السعد، ولا زال بشار السعد في المقدمة، عامر، بشار السعد، عامر، بشار السعد، عامر، بشار السعد، عامر، بشار السعد، عامر، وادخل مهاب أيضا في المنافسة، مهاب، 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 مبروك، مبروك، مبروك. الجيادة التي استطاعت الفوز بهذا الشوط، استطاع الجواد مهاب للشريف الزاع بن شاكر العبدري بخياله محمد يوسف أن يحقق المركز الأول بزمن وقدره دقيقة وأربعون ثانية وثمانية وتسعون جزء من الثانية. المركز الثاني بشار السعد لصالح بن إسحاق الصيعري والخيال بندر حمزة. المركز الثالث عامر لعبد الرحمن محمود سعيد فخري والخيال سلفة. المركز الرابع رعد الجزيرة لأبناء سالم محمد المصموم والخيال عبد الرحمن الغالي. والمركز الخامس خير الله لأبناء سالم محمد المصموم والخيال مدحت عمر. أعزائي المشاهدين، عودة إلى الشوط الرابع، وهو شوط الخيول الدرجة الثالثة مسافة 1400 متر. جائزة الشوط درع وتذاكر سفر مقدمة من الخطوط الجوية العربية السعودية. الجيادة المشاركة في هذا الشوط الهوى الغربي لأبناء سليمان سعيد الصيعري والخيال أحمد داود، البحر للشريف فؤاد الغالب والخيال أمين زكريا، جليل عبد الرحمن محمود سعيد فخري والخيال سلفة، شجحان لصالح بن إسحاق الصيعري والخيال بندر حمزة، رغدان للشريف هزاع بن شاكر العبدلي والخيال محمد يوسف، دلمان لأبناء سليمان سعيد الصيعري والخيال حسين النور، السرب لأبناء سليمان سعيد الصيعري والخيال عبد الرحمن الغالي، رهوان لأبناء عبد الحليم حسن قاروت والخيال خالد معروف، وتاج المعالي للشريف وجدي عبد الله الإدريسي والخيال أنتيلا، والبراق المنتصر محمد فودة والخيال ناصر أحمد. عشرة جياد من جياد الدرجة الثالثة تتنافس في هذا الشوط على مسافة قدرها 1400 متر على درع وتذاكر مقدمة من الخطوط الجوية العربية السعودية. وعلى بركة الله انطلقت الجياد في شوطها الرابع على الخيول الدرجة الثالثة مسافة 1400 متر. البراق، الهوى الغربي، الهوى الغربي، الهوى الغربي، البراق، الهوى الغربي، البراق، الهوى الغربي، البراق، الهوى الغربي، الهوى الغربي، البراق، الهوى الغربي، البراق، مسافة هذا الشوط 1400 متر، الهوى الغربي، البراق جليلة، الهوى الغربي، البراق جليلة، الهوى الغربي، البراق جليلة، الهوى الغربي لا زال في المقدمة، الهوى الغربي، البراق جليلة، الهوى الغربي، البراق جليلة، الهوى الغربي، الهوى الغربي، الهوى الغربي، البراق جليلة، الهوى الغربي، البراق جليلة، الهوى الغربي، البراق جليلة، لا زال الهوى الغربي في المقدمة، الهوى الغربي، البراق. واقتربت الجياد من المنعطف الأخير والخط المستقيم،
ولا زال الهواء الغربي في المقدمة جليل، الهواء الغربي البراق دلمان جليلة، الهواء الغربي الهواء الغربي البراق، الهواء الغربي البراق، الهواء الغربي الهواء الغربي البراق، الهواء الغربي الهواء الغربي الهواء الغربي الهواء الغربي البراق دلمان، الهواء الغربي البراق دلمان، الهواء الغربي البراق دلمان، الهواء الغربي البراق دلمان شقحان، الهواء الغربي 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 شقحان. مبروك 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 لحظات اعزائي المشاهدين وتوافينا لجنه التحكيم والسباق بنتيجه هذا الشوط. استطاع الجواد الهوى الغربي لابناء سليمان سعيد الصيعري بخياله احمد داود ان يحقق المركز الاول بزمن وقدره دقيقه و37 ثانيه و71 جزءا من الثانيه. المركز الثاني شقحان لصالح بن اسحاق الصيعري والخيال بندر حمزه. المركز الثالث البراق للمنتصر محمد فوده والخيال ناصر احمد. المركز الرابع دلمان لابناء سليمان سعيد الصيعري والخيال حسين نور. والمركز الخامس السرب لابناء سليمان سعيد الصيعري والخيال عبد الرحمن الغالي. مبروك للفائزين في هذا الشوط. سعادة الأستاذ حسن محمد طيب مساعد المدير العام لشؤون الموظفين يسلم درع الخطوط الجوية العربية السعودية لصاحب الجواد الهوى الغربي الأستاذ سليمان سعيد الصيعري. أعزائي المشاهدين، عودة إلى الشوط الختامي لحفلنا لهذا اليوم، وهو شوط مفتوح لجميع الدرجات، مسافته 1600 متر على كأس وتذاكر مقدمة من الخطوط الجوية العربية السعودية. الجيادة المشاركة في هذا الشوط فهر للشريف الزعبي شاكر العبدلي والخيال محمد يوسف، سهاب لأبناء عبد الحليم حسن قاروت والخيال أبي، عزيز لصالح بن إسحاق الصيعري والخيال حسين النور، ذهب لسراج محمد علي القرشي والخيال أحمد داود، مقبل خير للشريف الزعبي شاكر العبدلي والخيال الأمين زكريا، النصر لمنصور عبد الله أبو الجدائل والخيال ناصر أحمد، والأنتر لمحمد بن عبود العمودي والخيال بندر حمزة. سبعة جياد تتنافس على كأس الخطوط الجوية العربية السعودية لهذا الموسم، فهر وسهاب وعزيز وذهب ومقبل خير والنصر والأنتر. وآمر البوابة والانطلاق، وعلى بركة الله انطلقت الجياد في شوطها الختامي على كأس الخطوط الجوية العربية السعودية. ذهب 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 فهر ذهب فهر ذهب فهر مقبل خير ذهب فهر مقبل خير ذهب فهر مقبل خير ذهب مقبل خير فهر مقبل خير ذهب مقبل خير ذهب فهر مقبل خير فهر ذهب. مسافة هذا الشوط 1600 متر. وبالمناسبة أعزائي المشاهدين، نحن على موعد يوم الثلاثاء القادم الساعة الثانية والنصف في سباق التحمل على مسافة قدرها 30 كيلو مترا، انطلاقا من مجلس الفروسية بجدة على مضمار مجلس الفروسية بجدة حتى مسافة قدرها 30 كيلو مترا برعاية سمو الأمير فيصل بن عبد الله آل سعود رئيس الاتحاد السعودي للألعاب الفروسية. ولا زال في مقبل خير في المقدمة. أعزائي المشاهدين، مقبل خير ذهب 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 مقبل خير ذهب. اشتدت المنافسة بين ذهب ومقبل خير مقبل خير ذهب مقبل خير ذهب، وكأس الخطوط الجوية العربية السعودية في انتظار الفائز في هذا الشوط. ولا زال ذهب الآن ذهب 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 مقبل خير ذهب مقبل خير. اقتربت الجياد من المنعطف الأخير، ولا زال ذهب في المقدمة ذهب ذهب مقبل خير، وفهر يقترب أيضا من المنافسة ذهب ذهب مقبل خير. واشتدت المنافسة الآن في الخط المستقيم، ولا زال ذهب المقدمة ذهب مقبل خير ذهب مقبل خير الأنتر ذهب مقبل خير الأنتر فهر ذهب مقبل خير ذهب. لا زال ذهب المقدمة ذهب الأنتر ذهب الأنتر ذهب مقبل خير ذهب مقبل خير الأنتر ذهب فهر مقبل خير ذهب. لا زال ذهب المقدمة ذهب ذهب فهر فهر الآن الأنتر فهر الأنتر. اشتداد المنافسة الأنتر فهر الأنتر الأنتر فهر الأنتر فهر الأنتر فهر الأنتر ومن يمر الأخير. مبروك مبروك لحظات أعزائي المشاهدين وطوافينا لجنة التحكيم والسباق بنتيجة هذا الشوط. استطاع الجواد الأنتر لمحمد بن عبود العمودي بخياله بندر حمزة أن يحقق المركز الأول بزمن وقدره دقيقة و53 ثانية و58 جزءا من الثانية. المركز الثاني فهر الشريف الزعبي بن شاكر العبدلي والخيال محمد يوسف. المركز الثالث النصر لمنصور عبد الله محمد فتحي ابو الجدائل والخيال ناصر احمد. المركز الرابع ذهب لسراج محمد علي القرشي والخيال احمد داود. المركز الخامس سهاب لابناء عبد الحليم حسن قاروت والخيال ابي. سعاده
الأستاذ حسن محمد طيب مساعد المدير العام لشؤون الموظفين يسلم الأستاذ صالح بن إسحاق الصيعري كأس الخطوط الجوية العربية السعودية نيابة عن الأستاذ محمد بن عبود العمودي مالك الجواد الأنتر. ونرى سعادته يقوم بتسليم كأس الخطوط الجوية العربية السعودية نيابة عن معالي الدكتور خالد عبد الله بن بكر مدير عام الخطوط الجوية العربية السعودية. سعدنا في هذه اللحظات أن نلتقي مع سعادة الأستاذ حسن محمد طيب مساعد المدير العام لشؤون الموظفين الذي تفضل اليوم برعاية حفل مجلس الفروسية بجدة نيابة عن معالي الدكتور خالد بن عبد الله بن بكر مدير عام الخطوط الجوية العربية السعودية. في البداية نرحب بسعادتك. أهلا وسهلا. مساك الله بالخير وشكرا على الترحيب. والحقيقة أن الخطوط السعودية من أوائل المؤسسات اللي بتشجع كل شيء له علاقة بالمجتمع، وهذا طبعا بحكم ما تعيشه الخطوط السعودية من تطور. وإذا كان قبل ما تبدأ معي الحديث أقول لك أن الخطوط السعودية برضو كانت من أوائل المساهمين في دعم مسيرة هذا النادي في جدة، وهذا التعاون وهذا الدعم بدأ من عام 1408 هجرية. ودنا أستاذ حسن لو تسجلوا انطباعكم بهذه المناسبة. والله الحقيقة أنا سعيد جدا أن أشوف هذا الكم الهائل من أبنائنا الشباب في هذا العصر برضهم الهواية هذه والعناية بالخيل المربوط بنواصيه الخير إن شاء الله دائما في الحديث النبوي. سعيد جدا أن أشوف هذا الأعداد كله، ما كنت متصور خاصة وجود مباراة اليوم، لكن هذا إن كان دل على شيء فإنما يدل أنه العادات والتقاليد القديمة للجدود والأباء أنها بتتمثل وبترجع إن شاء الله، وهذا بدعم راعي الشباب والرياضة في المملكة العربية السعودية اسمه سيد الأمير فيصل بن فهد. أعزائي المشاهدين سعدنا بلقائكم، لكم مني ومن أسرة الرسالة أجمل التهاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.